هلا حديث البلد مع كارلا حداد ووسام بريدي. فيكم ببيتكم بحديث البلد. كارلا حداد، انت إعلامية وممثلة لبنانية معروفة من حوالي 13 سنة، شاركت بالعديد من المسرحيات الكوميدية وقدمت عدة برامج فنية واجتماعية، تميزت فيها بخفة ظلك، ستايلك الخاص وحضورك الجذاب. وسام بريدي، انت من أهل البيت وإعلامي مميز جدا، تنقلت بين عدة برامج تلفزيونية وتركت فيها بصمتك الخاصة بحرا وبرا وجوا. في شيء بعد ما اخترقناه؟ فضاء مثلا؟ ما عم جرب نبحث بالارض هلا بركي بيطلع لنا شيء. هلا في بترول، هلا عم يقولوا في بترول. وانتم ضيوفنا الليله لانكم رح تشكلوا ثنائي جديد بيطل على مشاهدي الام تي في مساء كل احد بالنسخه اللبنانيه للبرنامج العالمي دانسينج وذ ستارز. وسام، بعد السماء والبحر رجعت غطيت على الأرض، ومش بس غطيت لحالك، جبت ستارز معك وخليتهم حواليك ب دانسينج وذ ستارز، ومن ضمنهم كارلا. برأيك هالنجوم رح يسطع نجمهم أكثر بعد البروجرام؟ بتعرفي النكهة تبع البرنامج رح تكون كتير مختلفة، لأنه الأكيد منه أنه للكل حيكون نجاح البرنامج، لأنه نوعه جديد وفكرته جديدة وإطاره جديد. يعني لأول مرة عم تشوفي نجوم ومنهم نجم صاعد كتير كبير موجود معنا، صاعد هو مخضرم موجود كتير كبير، فبتعرفي أنه دايماً بتشوفيه دايما بيضحك، بس هلا اول مره بتشوفيه عم يرقص. انا قالوا لي مثلا عم بضله معضل، ما بعرف هلا فات معضل على البيت. يعني هلا السؤال كان لكارلا بس انت سبقت، يعني وسام قالوا لي شو الاعداد عم بجرب احرق لها الله. عن جد سبحان الله، ما في شيء كامل. ورغم هالاجواء الحلوه بدانسينج وذ ستارز عرفنا انه البرنامج ما راح يخلى من السقاله، خاصة انه ميشيل ابو سليمان الله يسهل له راح يشارك فيه. بلشت تندم انك طرحت اسمه ولا بعد هلا ماشي الحال؟ لا، مع ميشيل ما فيك تندمي، لانه مطرح ما بيمشي ميشيل بيخلي فيه هيك نكهة حلوة، واكيد النكهة راح يعطيها لدانسينج وذ ستارز راح تكون مهمة. انا عتلاني همه لميشيل لانه هو شاطر باللعب على الكلام وبالمزح كثير، خيفاني قد ما عم يتعلم ستابس بالرقص يتفركش بلسانه. منيحة كارلا، أنا وياك حلف من هلا حلف، بيناتنا ميزان. أه كمان ليكي لأول مرة بينربط لسانه على فكرة، ما خايف اتفركش فيه، عم ياخذ احتياطات. ايه منيح حذرتيني. الله بعتك يا كارلا. هلا في سؤال ثاني كارلا، صحيح إنه تأجل البرنامج أسبوع لأنكم ما كنتوا تلاقوا حدا يقبل يرقص مع ميشيل؟ لا حرام، بكفي انه هلا بهدلوا بهدلوا بعض. لا كلهم بيتمنوا يرقصوا مع ميشيل لانه اكيد بس بيعملوا لهم جو. ايه حرام ميشيل جاي تعبان اليوم ونازلين، واكيد رح يضيف نكهه مرحه للبروجرام يعني، وانا عارف انه عم يتمرن كثير وحابب كثير، وحتى البارتنر تبعه شريكته بالرقص كثير مبسوطه. بدي اوجه لها تحيه لهبه، عن جد بيرفكسيونيست وبدها كل شيء مضبوط 100%. كارلا، انت ووسام بتعرفوا بعض من حوالي 7 سنين بس لما ما في كنتوا تقدموا. على فكرة كثير بحبك هو، وفي كمان معزة خاصة يعني دائما بتعبر عن وجودك وبغيابك. بتعرفوا بعض لكان من حوالي 7 سنين لما كنتوا تقدموا كل واحد برنامجه الخاص على إذاعة نجوم لبنان. بتعرفي شغلة منى، إنه بتوقعاتنا ويمكن ميشيل عم بيتابع على الأرض وكارلا، إنه هالبرنامج رح يكون من أهم البرامج رح تنعرض بالعالم العربي، لأنه
جديد بفكرته وجديد بجو وفريد من نوعه. وفي كثير من الامور وانتم حتى زيدنا الامور، يعني انا كنت بالحفل حفل الاطلاق وحسينا حالنا كلنا بدنا نقوم نرقص. كبت لي يعني معلومه انا هلا بفضحها فيها، ولما ليه انا ما نقوني بالبرنامج؟ ليه انا ظاهر عليك كانت ترقص سنتجي. بس انتبهي هلا ميشيل عم يتمرن هلا، ليه مش انت وميشيل بتفرجونا شيء؟ انا لا، ما انا بعدني ما عملت ولا تمرين. سنتجي انا معكم بدانسينج وذا ستارز. لا انا بتعلم بعد، ما بعلم. انا معكم بدانسينج وذا ستارز. كاظم الخير، كيفك بالرقص؟ انا يعني ما مش كثير، دبكي شوي. هلا في دبكه قريبه كمان حتدبك. في دبكه دجا مبلشه يعني دبكة على كل حال، وخاصه الله يستر ما تدبك. منى بدي اقول شغله، يمكن انه كل شخص منا بيستحي اوقات انه يرقص، او يعني بتكوني قاعده بسهره يمكن بيقولوا لك تقومي ترقص، يمكن تستحي، بس هيدا الرقص اللي عم نرقصه بالبروجرام يعني تشاتشا فالس، الرقصات الانترناسيونال عم ترقصيهم على اغاني مختلفه، اغاني عربي واغاني اجنبي، بتحس الناس رح تتعلم كمان عن هالرقصات. يعني برنامج مش بس منوعات، في كمان ثقافه انه عم تتعلمي ثقافه موسيقيه، ثقافه موسيقيه عم تتعلمي رقصات. فانا لا انا عم بشوف بالريهرسلز السليبرتيز عم يرقصوا، صدقيني عم بتفاجئ، عم بنبسط فيهم يعني واو. مين اكثر شيء عم بيكون مميز بالشباب اللي عم بيرقصوا؟ ميشيل، مع انه ما شفته. انا حسب الاصداء وصل لي انه كلهم عم بيكونوا مميزين، وسام محنا، وليد العلالي، نيكولا معوض، ربيع بارود، ويمكن في حدا كمان قال بس لا هو هن بس ملحق حاله. لا هو هن هو ميشيل بغير كاتيجوري، حاطين بغير كاتيجوري. لا هو هن العاديين اصلا. ميشيل بحب يعطي افانس بالاول، ايه بعدين ببلش بقلب، بعدين لحقوني اذا ايه بعدين لحقوه اذا في. بكره على كل حال بنشوف الحلقات وبنقرر. هو اصلا طلب منهم بالاول، قال لهم بليز انا حطوني مع السيدات اللي عم يرقصوا، لانه انا على بالي بلش كومبيتيشن هون، طيرهم كلهم برجع بلش بالشباب. اه يا ميشيل. هلا مين بيطلع شخص واحد بالاخر بياخذ الجائزه؟ ميشيل. لا ليكي ما بدنا نتاخد انه نحن متحيزين، لا عم نمزح، اكيد مش حيطلع. ايه اكيد من هلا. لا مش رح اطلع بغير برنامج، مش رح يطلع من البروجرام. ايه قصده كارلا دانسينج وذ ستارز هو فورما عالمي بيتضمن مباراة بالرقص بين مشاهير من عدة مجالات. شو اللي مخبيينه للجمهور بالحلقة الأولى من هالبرنامج؟ مسأل أحد الجاي. نحن بحفل اطلاق البرنامج ما اعلنا عن اسامي الجوري اعضاء لجنه الحكم، بعتقد هيدي الشغله رح تكون مثل سوربريز. نعم. سوربريز لقلنا نحن مش عارفين كمان. نعم. نهار الاحد بس ليله الاحد. بس فيني اقول شغله منى، انه مثل ما ذكرتي البرنامج فريد من نوعه وجديد بموضوعه. انا بقدر اقول للكل اللي عم بيتابعونا انه رح يكون برنامج كله جلامور، كله لكجري يعني شيء يعني. كثير حلو، صوره كثير حلوه، وفي فكاهه يعني في الفكاهه. لا والله بالرقص ما في فكاهه، يعني انا عندي الفكاهه هو يعني بالاجواء نحن عم نتمرن. اوكي أكيد. بس الرقصه رح تكون الكل عم يرقص بجديه، هيك عم يعمل تمارين سناب على الانجليش ستايل، على المنخور وراسه فوق على كل حال انا فيني يعني العالم رح تضحك على منظري على انه رح كون سيريو. انا فيني اقول من الليله انه نحن وفانس حديث البلد كلنا رح نصوت لميشيل. ثانك يو منى، لانه هو اور ستار صراحه. طبعا ما بدكم تعتبوا، ما بدكم تعتبوا علينا، وما تقولوا انه هيدا تحيز، كلهم الباقيين منيح بس نحن بدنا نصوت لميشيل. طبعا انتم مشاركين تعتبروا. نحن مشاركين وصلت الجي انا. اكل العيش مر، كنا من نشتغل رقاب. كارلا اليوم تركت ال بي سي وجيتي على الام تي في، شو اللي اغراكي اكثر؟ وسام، المحطة، البرنامج، أو الخلطة بين الثلاثة؟ صراحة ما بقى تلبطني. لا صراحة رح أكون صريحة. نعم. أول شيء إنه ام تي في. نعم. بحب هالشاشة، بحب الصورة، بحب الأجواء، بحب الروح الشباب اللي بالام تي في. نعم.
بعدين عرفت انه شو هو البرنامج، فكرته، الانتاج المخصص له. جنان ملاط بحس انه قد ما كان الاعلامي عنده خبره، الشغل مع جنان اضافه له. نعم. واخراج باسم كريستو ما راح احكي عنه. نعم. ببرنامج له اعماله يعني بتحكي عنه. هلا بس عرفت انه وسام كنت راح غير رايي، بس رجعت قلت خلص ثلاثة ضد نقطه صار في اغلبيه. لا مبسوطه كمان انه وسام ثلاثة بوزيتيف، يعني مش مشكل. بس انتبه غلطه الشاطر بألف، كان لازم تلحق احساسها. لا انبسطت كمان عن جد انه وسام، لانه بعرفه من قبل وحسينا حتى وقريب على القلب، في تليباتي بيني وبينه. فمبسوطة. لا بعتقد الخلطة كلها رح تطلع حلو. وسام عرفنا انه بحلقات قادمة ممكن نشوفكم انت وكارلا عمل ترقصوا سوا هونيك، لانه نحن بالحلقه يعني حتضطروا تصوتوا لنا، لان نحن بحفله اطلاق البروجرام شفناكم هيك عم تعملوا شويه ستيبس سوا. شخصيا اي نوع من الرقص بتحبوا؟ انا بفضل اذا بدي ارقص انا وكارلا نروح على تشاتشا، لانه ايه بدنا شويه حركه هيك تغير، عرفت كيف مشعل علي؟ انت عم تفهم علي، لانه نحن عم نحكي شويه تكنيك اكيد. ايه ف بس لا ضروري ضروري يقطع بحلقات شبشب على الاخر. ايه طبعا، فضروري يقطع بحلقات ونكون انا وكارلا، يعني الجو رح يكون حلو ولذيذ. مشطشط. ايه مشطشط. شذا اي نوع رقص بتحبي؟ سلسا. سلسا بس بتل ما بتلي تيابيك. شو ما كان الرقص على كل انواعه حلو، مشان هيك اون دانس. Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier. وسام اوقات بتغيب فترات طويله عن الشاشه، هل قد هالتيبل 7 اخذ من وقتك؟ اخذ من وقتنا كلنا والتيبل 7. لا مش بس اخذ، يعني مش بس موضوع تيبل 7 اخذ من وقتي، البزنس بشكل عام. بس يعني بس ولعانه بالتيبل 7 بتضل. ايه لا الحمد لله الحمد لله. لا لانه يعني انا دائما بفكر ان اللي بدي اعمله حتى مثل ما بعمله بالتلفزيون، شيء اللي بيشبهني اقدر اعمله، حتى التيبل 7 بيشبهني، يعني بس تفوتي بتشوفي جو المحل بيشبهني بهذا الموضوع. واللي اخذ وقتي والمعجبات اذا راحوا على تيبل 7 من اي وقت لاي وقت فيهم. طيب بدي اقول لك شغله، بقول لك شغله. نعم. اغلبيه المرات اللي بروح فيها على تيبل 7 يمكن بشوف 30% شباب 70% نسوان بالمحل. غريب ليه اولا؟ شو هالوسام؟ شو هالوسام؟ فينا نعطيهم لا نحن اصلا من الرولز اللي عندنا اياهم بالمحل انه ما بنستقبل رجال، مشال ظامط بس. ظامط نجمتين. وسام يعني ظابط بس ما قلت لي من اي ساعه لاي ساعه واي ايام بيقدروا يلاقوا. لا انا موجود تقريبا ثلاث ارباع الوقت موجود بالمحل. بس لانه عندي شكاوى من السيدات اللي عم بيجوا بالربع الوقت الباقي. انه ما عم بيسيقوا يعني صراحه شو بدي اعمل؟ مش حقدر لبي كل الحاجات. يعني اذا ما كان موجود بتكون ملايكته حاضر. نحن اصلا انا وميشيل يعني ما بيجي زبون على المحل، لانه هو حبيبي يا وسام هو ما بيدفع. بياخذ عنا كثير. لا والله اغلبيه الوقت ما بدفع. عن جد؟ بياخذ عنا. طب خلنا معك ميشيل. لا بصير بدي ادفع. لا بس غيبتي ما خاصه بس بموضوع البزنس، لانه مش بس موضوع تيبل 7، في اكثر من مشروع. هلا بنحضر مشروع جديد في تيبل 8 تيبل 9 تيبل 9 تيبل 10. بس لا في مشروع حخلي طاوله بالبلد. مشروع كويتشن هو كمان خصو بالاف ام بي، عم بيكون عم نشتغل عليه مشروع جديد. يعني المفروض اول بفرج المفروض باول السنه الجديده نطلقه ان الله راد. فود اند بفرج. كارلا وسام، بما انكم مرتاحين كثير مع بعضكم بالتقديم وفي كيمستري بيناتكم، رح نعملكم كارلا حداد وسام بريدي وانترفيو انت هو وانت هي. انت بدك تجاوبي على اساس انت وسام. وسام، اي برنامج انبسطت بتقديمه اكثر شيء؟
Dancing with the Stars. لأنه كارلا معي. مزبوط. كارلا. نعم. بعدك مغرومة. حلو عاد يكون شعور كارلا. كارلا بعدك مغرومة بتوني مثل وقتها ما تجوزته. مين توني؟ مين توني؟ موت في. مين توني؟ لا بالآخر يعني توني بي بنتي أكيد بحبه كثير. مضطر أحبه يعني. بي بنتي يعني. وسام. مش الحال. شو رأيك بكارلا كمقدمة برامج؟ بتجنن بس عم تلبس كعب شوي عالي بتمنى انها توطي شوي حتى نطلع طول بعض مع انه صعب بس هلا دارج وسام الكعب العالي سبا يعني قطعنا سبا اياها هو دارج بس وقتها بتصير بالمترو 95 مش دارج ابدا كارلا مين مثلك الاعلى بالتقديم عربيا وسام بريدي طبعا ما عجبها ابدا ما عجبها ابدا هالجواب وسام كنت بتفضل يشاركك بتقديم دانسينج وذ ستارز حدا غير كارلا معقول شو طيب هالوسام حدا غير كارلا ما فكرت بهذا الموضوع بس انبسطت انه رح كون انا وكارلا بالبروجرام عادة مش دبلوماسي هالقد انا عم جرب طلعك ليش انت شو كنت بتفضل؟ شو؟ بتفضل كنت شو سؤال؟ انه حدا كارلا وصفي لي حالك بكلمة ما تقول حقيقة طيبة 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 يعني عندها طيبة انسانة طيبة يعني طيبة الله يخليك وسام نقيت كل البدلات اللي بدك تلبسهم بالبروجرام ما حدا رح يطلع على بدلاتي كله رح يكون تركيز على فساتين كارلا وهلا كيتي المباراة بينكما هذه المرة لجمع أكبر كمية من المال من الجمهور خلال 30 ثانية لا لا لحظة نحن بنقول توب هدف هذا عم بلشت مسبقة هي عم تقرأ هلا رح نحن ضد بعض ولا مع بعض؟ لا ضد بعض كل واحد بيروح على ميلي من الجمهور صبايا حضروني انزلوا على الأرض حتى أقول لكم 1-2-3 يلا وبنشوف مين بيجمع مصاري أكثر بتجوا بتعدوهم على يلا حضرونا الفراطة يلا 1-2-3 وسام لهون كارلا لهون في وقت حتى يخلص ما فيني غطي 500 الله لا يحصل تذكرين شو عم تعطوني ايه تذكروا شو عاطيني الواحد كمان انا مش عم بعطيهم هو خليهم بهذا الوقت وين عطيتي 5 مليون يلا خلص الوقت ارجعوا لمحلاتكم ما فيك تاخذي من هون ما فيني لا هذا فريقه لإله هو يلا طيب طيب قرب عم نحسب المصريات ما فيك تاخذ من شازا كمان عمال اول شيء قد ايه انت مجمع صراحه مش مجمعه شيء انت قد ايه مجمعه يلا خلينا $100 اوه $100 اول شيء بلشنا $100 $100 لا تفضل اوكي $150 لك حمي حمله الحمل يلا بلشي كارلا عادي يلا بلش $100 يعني 150,000 حطيها على الطاولة 10,000 165 175 195 196 97 98 500 وعلكة علكة يعني علكة 500 هيدي ما بقي معه 199 انا بردوا اوقات بردوا علكة لا هي العلكة ما في منها الا وحدة بكل العالم هيدي ايه هيدي غير شكل هيدي نادرة يعني 650 من شانك عطوه أكثر مني يلا فيني أنا عد يلا عد عدلك من هون ولا من هون عد من هون يلا من هون هيك نعم. عد لأن صراحة أنا ب 30 سنة بجمع أكثر من هالقد يلا 1005
بلشنا نزعبر من الاول. لا في 50 2050. لحظه لحظه بس هيك هرى شوي. هي 50 هي 50 وهي 50 هي 50 100000 وهي 50 150 وهي 100 250000. ميرسي عوض بسلمك. وهي 20 صاروا 270000. وهي 20 290000. وهي 50 295000. وهي 250 300000. وهي 1000 عملنا 1000 هونيك. وهي 1000 عملنا 1000. وهي 1000 وسام جمع اكثر. هلا بدنا اياكم باقل من 30 ثانيه ترجعوا المصاري لاصحابها. يلا رجع المصاري لاصحابها. انت قد ايه 46 الله عليك اكيد. هلا